حطيتوني وانا ياهل بعد ايش بتحطون؟ شوف الصوره هذه شنو تعني لك؟ هذه سوالف الدوحان. يا ويلك راح اقاضيك الجابله. ايش تعني لك هالصوره؟ هذه حبيبتي السعديه، أمي القالية الثمينة الكريمة الحنونة الطاهرة، قد لا يعرفونها من هم على الأرض، ما هي مشهورة ومعروفة على الأرض، ولكنها إن شاء الله معروفة في السماء عند الله وملائكته إن شاء الله. حبيبتي هذه أمي، أنا أعيش معاها بريحاتي. إيه؟ لولا صلواتها وبركاتها ودعواتها ما وصلت كل هالمواصيل. وليش غرقت عينك؟ لا لا أنا غرقت عيني تأثر. لا لا، إنسانة عظيمة جدا وقدمت لي أشياء أنا ما أستحقها، والله يحفظها إن شاء الله ويحفظ أمهاتكم والمسلمين جميعا. الله يخليها لك ويرحم أبي وأبهات الجميع، وتحبك وايد وتفتخر فيني لما تلقاني قدامها. يا عمري الله يخليها لك يا رب. أثرت فيني يا حرام. الله يسامحك الدوحان. أمي قاعد طالعني زين، حتى أنا الحين أمي قاعد طالعني. والله تحية حق خالتنا العزيزة الحبيبة أم فهد، عساك ان شاء الله من عواده، والله يحفظ ان شاء الله جميع امهاتنا وامهات المسلمين. ديروا بالكم على امهاتكم ويداتكم حبيباتكم، ترى الدنيا ما تسوى مهما بلغت من المناصب من الشهره من الاموال من الاحباب، بس غير الام والجده ماكو، ترى هم البركه، هم البركه، هم البركه. لو تصلي لو تصوم لو تزكي لو تضحي لو تصدق، غير امك ورضاها ترى ماميش، ماكو. انت بلد وطايح على قولتهم بالقوع، والحمد لله رب العالمين. دموعك غاليه علينا، وطبعا وانت بعد دموعك غاليه علي. انزين بتشيناك ببرنامجنا، يلا ترنت بسرعه، ابي ترنت. انزين طبعا انا اقول حق امي لو ما رضاك ورضا ابوي الله يرحمه، اسندي وظهري انت ويا ابوي، ورضا ورضاكم علي كان ما وصلت هالمواصيل يا يمه، وبوسه مني لك على الهوى يا اجمل واطيب ام وانظف ام بالعالم، احبك وايد ما اموت عليك، الله يخليك حقي ويخلي امك ويخلي امك. ها قلبي شنو بدك، شو بدك تقولي لامك؟ والله انا امي كافي انها تشوفني، ما تسمع هي. لا اي ما تدري. لا والله اي والله السم والبكم امي وابوي افكت كلها الكويت والخليج لما قالت صدق. والله المعلومه والله انا ما ادري، انا تدري انا كلها مسافره. لذلك انا عزه انا يا مسافره كلها بعروس بلا ما ادري. بعد عمري تشوف وتسمع. أيوة. ترى تسمع بس هذا كله كذي ما له شغل. طالما تواصلين معاها بلغه الاشاره عادي تقدمين لها تحيه صح؟ اي والله اي. اذا تعود ايش رايك تغني لنا؟ بلغه الاشاره؟ اي ها شلون؟ لا يعني والله لا صدق مو بالكلام. أيه. لان في ساعات بالتلفزيونات يطلعون ترى ملوت الاشاره انه يتكلمون ويمثلون الاشاره. صحيح. وهذا جدا صح. جميل صحيح. ونزلوه وايد محطات بس هالفتره كني ما قاعد اشوفه. طبعا كان في مترجم مشهور استاذ احمد الرامزي بالضبط، وتذكرين شارك في مسلسل رمضاني قديم. أيه. اللي كان دوره جرح. أيه. الزمن. أيه. الله يرحم رباب. أيه. رحمته. أيه. الواسعه. أيه. ان شاء الله. فكان شفت فيه كان مترجم طبعا كنا. أيه. نحرص على هالشيء في الكويت. ترى هذيل الناس يحسون ويفهمون طبعا وكل شيء احسن منا احنا أكيد.